ومما يراد به أيضا في وقتنا الحالي وتسيير شؤونها بشكل عادل وسليم، فلنعمل يدا بيد متمسكين بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا المؤتمر دعا إليه بمبادرة مجموعة من الأكاديميين والنقابات وبقية فعاليات العاملة هنا في منشطاء الثورة أيضا في الشمال السوري، يهدفون إلى شيء أساسي وشيء يعني كان هو مطلب للجميع، هو توحيد هذه الساحة على جسم واحد، هذا الجسم الإداري الذي سيكون له السلطة الحقيقية عن طريق تشكيل مجلس الشورى. مجلس الشورى طبعا هذا في هذا المؤتمر اليوم تم اختيار شخصيات تقارب 50 شخصية، هذه الشخصيات تتوزع إلى لجان، منها لجنة الانتخابات العليا، لجنة الانتخابات العليا التي ستشرف في مستقبل الأيام على تشكيل مجلس الشورى الذي تتوزع له نقاط حوالي 40 نقطة في الشمال المحرر، وسيكون هناك ترشيح وسيكون هناك صناديق اقتراع تنتخب الممثلين وفق شروط معينة ومعايير مضبوطة.